حضر الغداء يا ستي؟ ايه ستي دي؟ انا كم مره قلت لك احنا مش في الغيط هنا؟ طيب احضر الغداء؟ اتفضلي يلا. طيب لو هتعزمي طنط ماجدة يبقى لازم تعزمي صوفيا. طنط ماجدة وصوفيا بعزومة واحدة وبنفس البيت؟ انت شو صاير لك براسك؟ وحياتي عايدة، خلينا نضحك شوية، تحب حتة فصل. انا عارفة اني صعبانة عليك، كل ما بعمل نفسي بعيط او بجيب سيرة الموضوع بصعب عليه زيادة. طب فرضي من بعد كل هيدا اللي عم تعمليه فضل مصمم؟ ما ظنش. وحتى لو حصل برضو عندي الحل. شو؟ تتخانق معها؟ ابدا، هضحي بنفسي بجد في سبيل سعادته، هموت نفسي. لك الاوحش يوم بحياتي. بيك واهله ما اتفقوا؟ ما بتكلموش علشان يتفقوا. شو يعني؟ يعني كل حاجه كانت ماشيه عالي لحد ما الزفته دي فتحت بقها وكل حاجه باظت. اشرحي لي كده شخصيه نبيله بالنسبه لك لو يعني عايزه تلخصيها. هو انا على فكره مع يعني بعد ما خلصت خالص وفي النص يعني حقيقة لا أنا فهمة وجهة فهمة مختلفة مع أسلوبها تماما، بس أنا قادرة أفهم. هي صغيرة جدا، كل صحابها يعني هي عايدة أقرب صاحبة ليها ست متجوزة ومخلفة وعندها بيتها، هي نبيلة عايشة دور مش سنها خالص، بس هي يعني مامتها توفت وعايشة شايلة البيت لوحدها. دلوعة، بنت دلوعة، حست انها طنط فجاه، عملت مدام كده فجاه، بس هي طفله، هي طفله يعني رياكشنات كتير جدا جدا ليها، عيله صغيره يعني. فكره مثلا ان هي تبقى قاعده بتلعب بيانو وبعدين تيجي نبيها تقول لها اصل مدام نعمات نايمه، فتقرر ان طب انا هغلس عليكي والعب مزيكا بقى اعلى بقى. ايه الطفوله؟ انت طفله يعني، حتى الحاجات لما بتحب تغلس بتبقى عيله صغيره. فهي غلبانه، بس يعني لا هي مش غلبانه، هي مدلله. لا غلبانه أزئن ان هي صغننه، هي مش بس. وبعدين الحاجب ده جاب لك كلام قوي صراحه يعني. انت كنت رافعه حاجب طول الوقت. عايز اقول لك ان انجي القاسم المؤلفه، يعني هو انجي وسام عبد الخالق. فانجي اول لما جالي تليفون في الاول خالص انه عايزينك تعملي دور نبيله مش عارف، فقالوا لي هنخلي انجي تكلمك. فقالت لي بص يا مريم، انا وانا بكتب نبيله انا بفكر في حجبك. قلت لها خلاص يلا نعمل كده. زي مين من ممثلات زمان يا مريم؟ زي مين؟ انا حاسه ان انا شفت الممثله دي يعني. انا عارفه ان اكتر حد كان في بالي وقت ما فكرت في نبيله. بس هي حاولي تفهمي قصدي لان هي بعيده، بس يمكن تفهمي قصدي شويه. رأي ابراهيم في رصاصه في القلب، الحاجب، اكتر حد كنت بفكر فيها ان هي شيك و و وتشدك وكل حاجه، لكن هي سوسه هي بتعمل حاجه سوسه. تفتكري الفازه دي تمنها كام؟ ما اعرفش، بس مؤكد غاليه قوي. بابا كان جابها من مزاد من حوالي 8 شهور، خايفه اقول لك دفع فيها كام لحسن تقعي من طولك. يتهنى بيها يا رب. شوية وهيروح مزاد تاني ويلاقي واحدة غيرها أقيم وأفخم، ساعتها هيشيلها من مكانها ويبدلها بالجديدة. من حكم في ماله ما ظلم. أهو أنتي بالنسبة له في البيت ده زيك زي الفازة دي، تحفة، عجبته دفع فيها فلوس، وشوية وهيزهق منها ويشيلها من المكان اللي حطها فيه ويرميها في أقرب خرابة. أنا بدأت أشتغل وأنا عندي 10 سنين، كنت بدبلج كرتون لديزني بالعربي. ديديو؟ كرتون ايه بقى؟ حاجات كتير بقى، او يعني ممكن اكتر الحاجات اللي تكون معروفه لانها افلام يعني، لان انا عملت مسلسلات حاجات كتير. بس بيتر بان مثلا بالعربي، انا اللي عملت شخصيه واندي في بيتر بان. انا اللي عملت من اقرب الحاجات خلطبيطه بالصلصه او راتاتوي، من اكتر الافلام اللي الناس بتحبها. ايه تاني؟ زوتوبيا او زوتروبوليس برضو، ده كان من قريب. كيف اردت المبلغ؟ لا انها علي، انني اشعر بالغيظ عندما ارى اشخاصا يعاملون ثعلبه بهذه الرجعيه. انت بالفعل اب عظيم وايضا شخص فصيح حقا. هذا مدح كبير، نادرا ما اجد شخصا ليس متعجرفا. يا ضابطه هوبس سيد وايلد، تيك وايلد. وانت يا صغير تريد ان تصير فيلا عندما تكبر؟
فلتكن فيلا، لأن هذه هي زوتروبوليس. أي أحد قد يصبح أي شيء. صدقي بقى انا دلوقتي بس يعني وانت بتحكي وعمال اسمع صوتك انا دلوقتي بس ربطت قبل فعلا؟ كده عن المؤلف: شرفت بان اكون اول من قرأ له، ومنذ السطور الاولى نجح وبسلاسة في اختطافي من عالمي الواقعي الى عالمه الذي خلقه ببساطة وعمق. احمد ابو المجد في رأيي المتواضع يملك القدرة على التعبير بسهولة عن كل ما يدور باذهاننا ومشاعرنا ونعجز عادة عن وصفه، لذا استحق وبجدارة أن يطلق عليه لقب مؤلف. وانتوا بجد شايفاني كده؟ مش عارف اقول لك يا شهيرة، يعني كتير عليا قوي. ان شاء الله ان شاء الله اول حاجة تنزل باسمي هتبقى دي المقدمة بتاعتها. نسيت اقول لك، المجموعة الأولانية بتاعتها هتنزل باسم سلام الزيات. وافقت؟ طبعا، ما هقول لأ. انت معلش اكيد بعد لطف الشمس جالك عرسان كتير جدا اكيد. هو انا متجوزه الحقيقه، فكان دايما يعني السؤال بيروح لتامر الاول. كلموا تامر حبيبي يقولوا له مين دي، يقول لهم متجوزه. ما هو السؤال، ما هو اللي بيتفرج على التلفزيون مش عارف الحاله الاجتماعيه. الناس يعني بتحب شهيره، الناس شايفه انه كان كومنتس كتير جدا اللي هو يا رب ارزقني شهيره في حياتي. ايوه بالظبط، يعني العروسه المثاليه في اي حاجه الا اسيبها واخونها واتسجن وتبقى برضو واقفه جنبي. حاجه يعني هي برضو شخصيه صراحه مثاليه قوي. انت جوزها بقالك قد ايه؟ تقريبا 4 سنين. ربنا يسعدك.